إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. السلام عليكم ورحمة الله. اليهود أخزاهم الله جل وعلا يحاولون والسحرة أن يدنسوا كلام الله سبحانه وتعالى، وحتى يزدادوا كفرا وطغيانا وترضى عنهم الشياطين أكثر فأكثر، يزداد جرمهم ويزداد كفرهم وشركهم وسحرهم. هذا مصحف، لاحظوا معي، هذا مصحف صغير جدا لكنه من ألف لام ميم، من حمد بسم الله الحمد لله رب العالمين إلى قل أعوذ برب الناس. يعني هذا سحر عليه مصحف كامل. لاحظوا معي، هذا السحر عليه مصحف، لاحظوا معي صور ألف لام من ألف، كله مكتوب حرف حرف، مكتوب حرف حرف. هذا المصحف قل أعوذ برب الناس، يعني مصحف مصغر جدا لكنهم دنسوه بالدم والنجاسات وجعلوا عليه النجاسة. وهذا قرآن، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، دنسوه. نسأل الله تعالى إن شاء الله تعالى في ماء القرآن، وبعدها إن شاء الله نعطره بعطر بإذن الله تعالى، وإن شاء الله تعالى بعد أن نعطره في عطر يحرق بإذن الله تعالى حتى يصان وحتى لا يعرض للامتهان. وفي ماء القرآن إن شاء الله تعالى ماء الرقية، وبعد ماء الرقية إن شاء الله تعالى يجف ويعطر بعطر إن شاء الله تعالى أفضل الطيب، وبعدها يحرق حتى لا يبقى عرضة للامتهان. هذا هو المصحف الذي وضعوه. طيب، وهذا معه كذلك كما وضحنا لكم في أحد الفيديوهات، هذا سحر أتى به جني، وهذا السحر هو عبارة عن طلاسيم لما يسمى بالماسونية أخزاهم الله جل وعلا. طيب، هذا سحر كذلك إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى يبطله. لاحظوا كيف خرج مع هذا اللون، لاحظوا هذه المادة التي كتبوا بها السحر، المادة التي كتبوا بها السحر، لاحظوا كيف صار الماء. هذه أسحار يهود، أسحار ماسونية. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته والعمل على مرضاته، إنه ولي ذلك القادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.